ثلاثة. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. إخوتي الآباء الكهنة المرسلين في كل مكان في كنايسنا في العالم، أبنائي الأحباء، أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية الموجودين في كل مكان في العالم، من مصر بلدنا العزيزة حابب أعبر لكم عن محبة الكنيسة وتضامن الكنيسة مع أبنائها في كل مكان، وخصوصا معاكم أنتم اللي موجودين في نفس الظروف بتاعت العالم كله، ولكن بالأكثر لأنكم كمان موجودين عن بعيدين عن البلد، في برضو يعتبر جزء كبير من الغربة. ربنا معاكم، والمسيح قام حقا قام، عبارة تهليل، عبارة فرح، فلنفرح ونمجد الرب ونشترك معه في قيامته كما تبعناه في فترة الأسبوع الماضي في كل صلواتنا، وإن كانت بطريقة غير اعتيادية، لكن قوة القيامة كما يقول بولس الرسول: أعرف المسيح وقوة قيامته وأتشبه به في موته على سبيل قيامتي من بين، على رجاء قيامتي من بين الأموات. فإذا عيد القيامة وكل الأعياد بتاعتنا قوتها في الداخل، احنا بنعمل القوة الروحية، النعمة الروحية، الفرحة الداخلية، ثم بنعبر بيها من خلال حاجات كتيرة ومنها الطقوس. يؤسفنا انه في هذه الفترة صعب ان احنا نطبق ده او نعيش ده، ولكن فرصة كمان ان احنا نعيش جوه عائلتنا اللي ممكن تكون او اللي هي لازم تكون كنيسة بيتية، هيكل الله اللي بيحل فيه. فباسم الاباء في سنولوس، باسم الكنيسة، باسم اخواتكم واخواتكم اللي موجودين في مصر، متحدين في الصلاة، متحدين في الفرح بالعيد. انتوا بتحتفلوا بكرة بالعيد، واحنا بنلحقكم ونبتدي اسبوع الالام ان شاء الله من يوم الاثنين. باذن الله تقدروا تتابعونا وتقدروا تشاركوا معنا عن طريق وسائل التواصل، ونصلي من اجل بعضنا بعض، والرب يبارك حياتكم، يبارك عائلتكم، يملأ قلوبنا جميعا وقلوبكم بفرحة القيامة، بقوة القيامة، وبنعمة القيامة، لنكون شهود لها بكل ما يمكننا أن نعمله، بتصرفاتنا، بأقوالنا، بصلواتنا، بمحبتنا بعضنا لبعض. المسيح قام حقا قام.